فيصل الوحدات فرصة أن الفريق بالتالي للعب وانطلاقة هذا اللقاء الذي يبدأ. تعود الآن فواز عوانة خطيرة أمام المرمى، هي الله في هذه الكرة وفي هذه اللقطة والكرة العالية الآن فهد الظنحاني بيردييف في طبعا الكرة والمحاولة الماضية بالرأس أيضا ضربة هنا تصل الكرة بالتالي من جديد انطلاقة للأمام خطيرة لغاستون سواريز قوية من عن قبل ستة أيام أمام ميتا لورك هنالك في الدوري الأوزبكي تعادل 1-1 عرضية خطيرة يا سلام كرة رأسية خطيرة جدا شوف العرضية اللي أتت من نصر وعبد الله النقبي مايد حسن الكرة بتعود الآن هذه خطيرة للفريق الأوزبكي لكن تتخلص أيضا وتبعد عادت مرة أخرى الكرة العرضية الخطيرة بالرأس لكن واللي ضرب فيها اللاعب خميس صالح إسماعيل خلف اللاعب أبو زروف راح يأتي تيرو أخرى الخطير نقلها عرضية محاولة خطيرة والهدف الأول يأتي للفريق يسجل الهدف الأول الفريق الأوزبكي لاحظ التمريرة اللاعب تركة وحيدا اللاعب نصر لييب يسجل الهدف الأول بعد تمريرة كانت من اللاعب سولوفيف اليوم عندنا مباريات الملحق العديدة هذه كرة ومحاولة وصلت إلى خميس تسديدة والكرة راحت حلوة اللقطة زين النوبي مر وتقدم وسط زحمة الأقدام جرب لكن كرة مرت إلى ضربة مرمى تهديد أول وردة فعل أولى بازروف تمريرة من بازروف الخطير لسولوفيف سولوفيف يجرب لكن الكرة السهلة جيري وكورينتيانس والكرة تعود الآن إلى خيمي عيني يا خيمي يا سلام في كيفية الحل للوصول إلى من هذا اللقاء شوط المباراة الثانية راح يستأنف الآن علي صباح حكم هذا السعودي لصلوب نقلها عرضية المحاولة موجودة داخل منطقة الجزاء سانكوفيتش بوزاروف لكن حارس المرمى ممتاز خيمينيز ونقلم علي فواز ينتظرها الكرة العرضية العالية بالرأس لكن غريبة لواحد طلاسيا أو في كأس الاتحاد الآسيوي كرة تعود الآن محاولة خيمينيز يجرب لكن سهلة زوراء يتقدم بأول الأهداف كرة تعود الآن محاولة خطيرة والثاني يأتي للفريق الوحيد نور شايف يسجل في شوط المباراة الثاني هذه الكرة العرضية والارتقاء اللي كان حاضر والمتابعة وحيدا نور شايف الأفضلية كانت لنور شايب والأفضلية وراح تتابعون مباراة مع أبو ظبي الرياضية الكرة بتعود الآن محاولة راحت بعيدة إلى ضربة من خلال هذه اللعبة هجمة عكسية مرتدة الكرة وصلت الآن للأمام عن طريق اللاعب مورنايب لكن الثالث يضيع خروج بالنسبة للسماوي الكرة بتعود الآن إلى خيمينيز بيجرب لكن حارس المرمى المحاولة لنصر ليف وحكم المباراة علي صباح يعلن عن نهاية هذا اللقاء مشاهدينا